أسئلة عليكم. سأسأل الشاب الذي بجانبي وهو يريد الدخول في الإسلام، ما هي الأسباب التي جعلته يختار هذا الدين ويدخل فيه؟ وقبل هذا وذاك، ماذا كان اسمه في السابق؟ وما الاسم الذي سمى به نفسه الحالي؟ هذه تسولها الإسلام، يعني السبب ديالو في الدخول للإسلام. ولا المدير ولا تفاد الدرجة النزيزة. يبيعش بس رجع الإسلام. قال إنه عجبته الإسلام. أعجبه الإسلام. يعني قصده في الدخول هو الإسلام ولا شيء غير الإسلام. يعني ما كان شيء غرض آخر يريد أن يحقق به دخوله في الإسلام، وجعل الإسلام هو يعني السبيل أو القنطرة التي يعبر عليه. كثير من الناس كيبغيو يتزوجوا بالنساء مسلمات، يعني اشنا هو المقصد باش يعني يتزوجوا بهم؟ وهو يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. لا، نحن نريد ان يدخل اي واحد الى الدين باقتناع وعن علم وعن ايمان، حتى يكون ان شاء الله نموذجا وقدوه للشباب الاخر. اما ان يحقق نزوه وبعدها لا يبقى مسلما، فكان هذا الدين لم يعجبه ولم يقتنع به. خلاصة ما كنت تحاول أن تقوله هذا الوقت. كيف تقول كم مصر في الإسلام كتير تبي شوطة؟ ما لا ما يتسكين. مني بياش. كم مدير؟ رجال كم؟ كم صار؟ كل تو الأخلاق وكل شيء، يعني أعجب كل شيء بالإسلام. إذن من هنا هذه رسالة لكثير من شبابنا أن يكون نموذجاً رائعاً لكل الشباب في أوروبا والغرب، ولبلده الذي ينتمي إليه المغرب أن يكون إن شاء الله قدوة لغيره، فبذلك يربح الأجر الكثير. كل واحد عنده قدوة كريمة في عمله، في صناعته، في أخلاقه، في كل سلوكياته، فإنه يكون قدوة لغيره، ولربما يتأثرون به فيرفع أجره وأجوره من غير أن ينقص من أجله شيئا. ما الاسم الذي اسمى به نفسه؟ الاسم السابق والاسم اللاحق. ولا تونو من بشرين تونو من واو جواني ورقم آدم. الاسم السابق كان جواني، والآن اسمه الحالي آدم. كلكم من آدم، وآدم في التراب، لا فرق على أحد إلا بالتقوى، لا فرق لعربي ولا على عجمي، على عجمي إلا بالتقوى. فقل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. النقاش والسؤال فيه متعة، ولكن لا أريد أن أطيل عليكم. كلكم لديه أعمال ولديه أشغال. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أوجه ما تدرس مرة. Дождь, дождь, дождь.